حيثما وجدت الرياح في بغداد وجد معها تراب شديد يخنق الأنفاس. فمن موجة غبار تضرب بغداد والمحافظات محملة مع الرياح من الصحراء الغربية. غياب حزام بغداد الأخضر وانعدامه سبب رئيس في عدم تنقية الهواء من الأتربة قبل دخولها المدينة. أولا الجو محمل بالتراب لعدم وجود الحزام الأخضر الذي فارق العراق بسبب الفساد الإداري الذي حصل في هذا البلد العظيم. ولهذا السبب عندما تهب الرياح تحمل معها جميع الأتربة الموجودة في الصحراء الغربية. المناطق الزراعية جرفت وأصبحت سكنية، وهذا لا يجوز، لأن عندنا تصميم أساسي، هو التصميم الأساسي أمانة بغداد هو ليقوم بتحديد هذه الأمور والمناطق التي تزرع والتي لا تزرع. لو نظر إليها من الجوانب البيئية لوجد أن نسبة الأراضي الصحراوية تبلغ 57.9% من مساحة العراق الكلية، ما يعني أن ظاهرة العواصف الترابية طبيعية تتناسب مع جيولوجيا العراق، لكن المعالجات هي بأيدي البشر والمتمثلة بزرع الأراضي المنبسطة وتكوين حزام رادع للأتربة المحملة مع الرياح. الغبار طبعا هو هذا شيء طبيعي، احنا حسب علماء الجيولوجية يؤكدون انه الغبار امر طبيعي ويحدث مثل ما يحدث المطر، ولكن اكو معالجات لهكذا امور، معالجات على الانسان ان يقوم بها، مثلا تشجير المناطق الصحراوية. احنا اليوم العراق بعد ما كان يسمى بلد السواد، اليوم اصبح العراق عبارة عن صحراء قحل وللأسف الشديد. جميع دول الخليج ذات الطبيعة الصحراوية توجهت لإنشاء أحزمة خضراء تمنع الأتربة من الوصول إلى المدينة، إلا العراق متأخر في هذا المجال. مطالبات عديدة بضرورة التوجه لإنجاز هذا المشروع. تكاد لا تخلو أي عاصفة هوائية من التراب، عواصف محملة من الصحراء الغربية بموجتها الثامنة تغطي سماء العاصمة بغداد وتدخل العشرات إلى ردهات المستشفيات بسبب حالة الاختناق. من بغداد محمد فراس، قناة التغيير.